واحد بيقول عندما ينزل إلي الأخنوخ إلى الأرض مرة أخرى ليموت، هيموت يعني، ماذا سيكون نوع ملابسهم؟ الملابس العهد القديم أو الملابس الحديثة الموجودة الآن؟ وهل قداستكم سوف تضيفوهم في المقر الربوي؟ إن عشنا. هو طبعا لما يجوا مش هيكون فيه لا مقر ولا غير مقر، اما ملابسهم فلا اعرف، لكن يعني هينزلوا يفصلوا ملابس من اول وجديد، كما ان ايليا رمى الرداء بتاعه للتلميذ إليشع، فهل يقول إليشع هات هدومي؟ مش معقول. حكاية الملابس دي حكاية ثانوية وجانبية، والكتاب ما دخلش في التفاصيل الصغيرة دي اللي بيقولوها أصحاب الأسئلة.